تعطير المنزل ووسائل مختلفة لتعطير المنزل، هذا هو محور حديثنا في حروف الزين عبر اللقاء المفتوح والإذاعة الوطنية. ضيفتنا السيدة إيمان تازي، الأخصائية في التحاليل الطبية التغذية والتجميل. إيمان تازي صباح الخير. صباح النور عليكم. كاين شي شتاف جديدة؟ نعم كاين. وقيلا دي أول مرة كيعرفوا المستمعين بأنك راك كتسكني في مدينة جديدة. نورمالمون حيت عاد زيدة فيها هنا شي عاد انتقلتي لها. جوستومون. وكي جاوك دكالة وكي جاتك جديدة؟ الحمد لله مزيان. تعيشتي معاهم؟ المغرب كله ولا فين؟ المغرب كله ولا في الحمد لله، سواء كنت في الجنوب سواء دابا في جديدة الحمد لله، ما يعني ولفت في بلاصة في ما مشيت المغاربة الحمد لله كلهم ملافين كلهم مزيانين. والجميل كتكتشفي ثقافات أخرى، لأنه احنا ما شاء الله في المغرب عندنا أطياف وروافد مختلفة في كل مدينة. أكيد أكيد، طقوس مختلفة ثقافات مختلفة. صراحة استفدت كثيرا سورتو من الأمازيغ، من الشلوح عندهم ثقافة غنية جدا خاصة الثقافة الغذائية. استفدت منها بزاف، عملت على دراسات كثيرة واكتشفت أن فريمون المطبخ الأكثر ربما صحي في العالم هو المطبخ الأمازيغي. صحي جدا ومتنوع حتى فيما يخص التجميل، ما شاء الله يعني كنشوفوا داك الخدود كيحمرين وداك الشعر كيف طويل وقوي. بالدرجة الأولى داكشي تيرجع للنظام المعيشي والسر الثاني. نعم، والسر الثاني تيرجع للزيتين، زيت أرغان وزيت زيتون. نعم، هاد الزيتين واش ممكن أننا ندخلهم في تعطير المنزل؟ نعم، كاين وصفة وضفت فيها زيت أرغان اليوم. نعطيها دابا نيت. الوصفة هي أملاح حمام، هذه سورتو لتعطير الجسم. نعم. هادو املاح حمام كيتستعمل فيهم، هي وصفه مغربيه محضه، كيتستعمل فيهم الغسول وكيتستعمل فيهم زيت ارغان، ونضيفوا لهم زيت اساس ديال الخزامه. يا سلام، ديس كنشم الريحه وكنشوف داك الحمام سخون. رائعين رائعين. يعني تقدر السيده ديهم معها الحمام البلدي، يعني تعملهم في واحد ديك واحد الحفينه هكذا في السطل ديال الحمام ديال التشليله الاخيره، كيف تقدر تعملهم في البن واخ ديالها يعني تستمتع وتسترخى. جميلين جدا. ماشي ضروري يكون عندنا البنواغ، يعني ممكن اننا نعملوا هذه الوصفه. اذا كان جوست مو كيف قلت تقدر ديهم معك الحمام، ولكن اذا كانوا في البنواغ تستفد، يعني اضافه ان غادي تستفد من الخصائص ديال هذه الوصفه، كي غادي السيده غادي تسترخى، او السيده او الرجل على حد سواء، هاي السرخاء وغادي يحسوا بواحد الانتعاش بواحد الراحه نفسيه، لان كيف ذكرنا الخزامه عندها هذه الخاصيه هذه ديال الاسترخاء، فغادي تستفد كثيرا من هذه الوصفه. دونك نعطروا الجسم ونعطروا حتى الحمام ديالنا. نعم، ونعطروا المنزل فقط، لان ريحه ديال اساس الخزامه مجهده وجميله جميله جدا. اسمحي لي فقط هنا كنعاود نذكر بان الزيوت العطريه ممنوعه تماما على النساء الحوامل. ممنوع استعمالها من طرف النساء الحوامل. اكيد هما كاينين كنقولوا مثلا هذا الزيت ممنوع، هذا الزيت ممنوع في هذه الفتره من الحمل. انا شخصيا تفاديا لاي لبس وتفاديا لاي خلط كنمنعهم بتاتا، حتى على المرضعات، على الاطفال اقل من 3 سنوات، ولا لي زيت بيليبتيك. دونك نمنعهم بالمره. بالنسبه لهذه الوصفه اللي ما عندوش زيت اساس الخزامه، يمكن يعوضهم بالخزامه كعشب مطحون، يكون مطحون باش تكون الرائحه يعني اكثر كونسونطري. دونك غنحتاجوا 5 المعالق ديال ملح البحر، الملحه اللي تكون خشنه، وغنحتاجوا المعلقه ديال زيت ارغان، معلقه ديال الغسول مطحون او لا طين الخضر، يعني عندنا الاختيار، انا كنفضل شخصيا الغسول في هذه الوصفه، و 20 قطره ديال زيت اساس الخزامه. يعني غادي نعملوا قطرات كثيره، 20 قطره كتعطينا ريحه قويه. جد خاويه. وكنحتاجوا العلبه اللي غادي تكون ديال الزاج محكمه الغلق، اللي غادي نعملوا فيها هاد المكونات يتخلطوا مزيان ملي كنبغيو منهم. دونك كناخذوا دابا، دونك هذه كميه قليله نحتفظوا بهم ومن بعد نستعملوهم. جوستومون هي كتبقى مدة الحفظ طويلة، غير هو إلا بغينا نعملوهم كنضاعفوا الكميات، يعني كنضاعفوا نسبة هذه كمية قليلة غادي تستعمل مرة واحدة. نعم. تعاودي لنا الوصفة إلا سمحتي باش نسجلوها على خاطرنا ونسترخاو وحنا كنسجلوها. غنحتاجوا 5 المعالق ديال الملح كبار البحر. نعم كبار، هادو كلهم معالق. معلقة ديال غسول يكون مطحون ولا الطين الخضر،
20 قطره زيت اساس الخزامه وعلبه محكمه ديال الغلق تكون زجاجين. هنا بالنسبه الكميه. نعم. الا ما استعملناش زيت العطري ديال الخزامه وغنستعملوا الخزامه يعني كعشب مطحون شحال نديروا؟ نعم، نعملوا معلقه ديال الخزامه اللي تكون مطحونه. واه كبيره. كبيره. نعم. واضح. اذا فوالا تنعملهم هذه كما قلنا، هذه غادي تعمل مره واحده. الا ضاعفنا الكميات ممكن كنعملهم فواحد العلبه اللي تكون محكمه الغلق، وكل ما احتاجينا كنديوهم معنا. واش ممكن نستعملوهم كغوماج نفركو بهم الجسم ديالنا اولا الملحه شي شويه حرشه؟ لا، الملحه حرشه، ملحه حرشه على الجسم. هادو فقط كيتعملوا هما كي ديجا راه بحال هاد الوصفات هادو راه كيتباعوا باثمنه باهظه، كيكون الثمن ديالهم مرتفع، معروفين لي سيل دو بان كيتباعوا غاليين شويه. غالبا هادشي اللي تيكون فيهم تيتوظف فيهم، تيتوظف فيهم الملح، تيتوظف فيهم غسول او طين ابيض او طين اخضر، وتيتوظف فيهم البيكربونات. غالبا هادو هما الاساس اللي تيتوظفوا فيهم، تيتوظفوا الزيوت العطري، تيتوظفوا الاعشاب. الا بغينا نعطروا الجسم ديال عفوا الحمام ديالنا او البيت ديالنا عموما بهاد الوصفه هذه، كيفاش نستعملوها؟ كيف قلنا انه غير لو فات ديال مثلا البنواغ، الا عملتيه في الا عملتي هاد المكونات في البنواغ كيعطي واحد الرائحه، فهمتي؟ يعني هاد لي سيل ديجا هادو يمكن لينا نعملوا منهم كنيسات صغار ويتعملوا وسط من الملابس. واخا الزيت، لا حيت الزيت الكميه قليله. واخا هكاك الكميه راها قليله كتجانس بيناتهم. نعم جوستومون ويمكن استغناء على زيت اركان. هما ديجا كيف قلنا انه الملح والخزامه ديجا كيتستعملوا كيمتصوا لينا هذيك الرطوبه. يعني جوستومون بحال المنطقه انا اللي ساكنه فيها دابا مشهوره انها منطقه اوميد بزاف رطبه، دونك اي بيت ضروري خصو يكون فيه هذا المكون ديال الخزامه، سواء في المنازل سواء في يعني تحت من الزريبيات، اي مكان ضروري يكون فيه هذا الخزامه او الخليط ما بين الخزامه والطين ولا هذا. نعم. منتزه الناس كيسولوا على الشموع وكيفاش الشموع ممكن تعطر المنزل، توعديهم في الحلقات المقبله بكل فرح ان شاء الله. شكرا جزيلا ايمان تازي، الاخصائيه في التحاليل الطبيه تغذيه وتجميل. الى اللقاء.